صلح الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في حقيقته فهو كان تهيئة لثورة الإمام الحسين عليه السلام، والذي بدوره أي الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كانت ثورته تهيئة لثورة الإمام المهدي عليه السلام، باعتبار أن المشروع الإلهي هو مشروع واحد وهو تكاملي، أي أن كل خليفة يكمل ما بدأه الخليفة الذي سبقه، فهي مسيرة تكاملية، أي أن كل خليفة إلهي يكمل للخليفة السابق حتى تصل إلى الخليفة الذي تتوفر له الظروف وتتوفر له المنعة والعدة والعدد لينفذ دستور الله ومشروع الله في الأرض، وهي في زمن الإمام المهدي، ونتيجتها تكون صلاح معظم أهل الأرض وانتشار رسالة التوحيد في الأرض. وبالنسبة للأئمة عليهم السلام كلهم فعلوا ما يستطيعون أن يفعلوه، وتعرضوا للأذى النفسي والأذى الجسدي، وكل ذلك يصب في إقامة هذا المشروع الإلهي، ونتيجته هو أن ترتفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله في الأرض.